الأخبار المؤسفة وفاة المخرجة مها عرام، والحقيقة نعتها نقابة السينمائيين أمس. نعت نقابة السينمائيين برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب بمزيد من الحزن والأسى المخرجة المتميزة مها عرام، والتي وفاتها المنية بعد صراع طويل مع المرض. أضاف أيضا: ونحن إذ نؤكد افتقادنا لمخرجة ذات بصمة واضحة في السينما عبر أعمال متميزة وجديرة بالتقدير، آملين للمولى أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم عائلتها خالص الصبر والسلوان. رحم الله المخرجة المتميزة مها عرام، بقية طبعا بأعمالها المتميزة.